اللي عايز يزرع يا جماعة عقل التين، أفضل طريقة لزراعة التين. أنا اخترت التين اللي هو الأسباني البني، وزي ما أنتم شايفين نشوف هنا هذه العجلة. بنجيب العجلة ونختارها ونغسلها بالمية، وتكون أقل حاجة بعمر سنة، ونختار عجلة كويسة وحسب النوع اللي أنتم عايزينه. هذه أول حاجة. تاني حاجة عايز أوريكم، بصوا يا جماعة هنا هذا كله زارعه الصيف اللي فات. لما بنيت البيت اضطريت أشيل شجرتين فاستخسرتهم في عز الصيف، فعملتهم زي ما أنتم شايفين عجل، وما شاء الله كل العجل مجزرة، وشايفين كيف طالع معانا وجذورها طالعة من تحت. طبعا ما فيش أوراق تين دلوقتي، دليل قاطع على إن هذا كلها أوراق طلعت خلال الأسبوعين اللي فاتوا في نهاية الشتاء ودخلة الربيع. بصوا زي ما أنتم شايفين والجذور طالعة من تحت ما شاء الله. هدول أنواع كتير، يعني منها الأخضر العادي والأخضر الكبير البرشومي والبني اللي هو الأسباني، وشايفين كمية الجذور. وهذه آخر واحدة، وعايز أقول لكم كيف دلوقتي نزرعهم مع بعض. بصوا يا جماعة حتى لو شلناهم كيف، لأن هذه برضه هنقولها دلوقتي لحاجة أكبر. شايفين بسم الله ما شاء الله جذور رهيبة زي ما احنا شايفين. مش عايزين بس نهتكها عشان هزرعها تاني. شايفين يا جماعة بصوا كمية التجذير، بسم الله ما شاء الله. شايفين حتى الجذور وقعت، شايفين جذور رهيبة جدا من عجلة. شايفين العجلة قديش؟ لا تتعدى 10 سنتي. طيب هذا بالنسبة للتجذير. كيف نزرع؟ هنجيب علب زي ما انتم شايفين، يا أفضل شيء علبة زي كده، علبة بيبسي، عشان حتى نشوف الجذور هنا. وهذه رمال فقط بدون أي حاجة، وهذه واحدة ثانية. وطبعا نعمل فتحات من تحت، فتحات تصريف اثنين أو ثلاثة زي ما انتم شايفين هنا. هذا كل شيء نقدر نعمله. وبعد كده بنيجي يا جماعة، هذه عجلة بدون ما نخدش ولا نعمل ولا أي حاجة، العجلة زي ما هي، وهذا دليل على إنها لونها أخضر. بصوا أهي، هذا دليل على إنها لسه خضرة جدا. بنيجي هنعمل هذه عجلتين زي ما احنا شايفين هنا، هناخد مثلا لغاية هنا، هذه أول واحدة، تمام؟ هنيجي بكل سهولة نعمل كده ونغطسها للآخر، بسم الله. أها، ونسيب البرعم هذا أول وطالع، تمام؟ وهنيجي للثانية زي ما احنا شايفين، وهنشيل الزيادات، مع إن الزيادات هذه برضه بتطلع. هنيجي هنا ناخد المقاس ونعمل كده، ونعمل برضه زيها أختها، هذه تكفينا خالص. حتى برضه ممكن نشيل تاني لأنها طويلة، كفاية خالص. ونيجي نسقط هذه. ما فيش عجلة تين بتفشل، وممكن طول السنة نزرع، لكن أنا بقول لكم أفضل الأوقات اليومين هدول بس. هذه الرمال، وهنقدر من خلالها نشوف بقى التجذير تحت، وندي مية زي ما احنا شايفين. المكان شمس جزئية، يعني شمس جزئية مش شمس أول فترة، بعد كده هيكون قدامنا أهو، هنعملهم بالشكل هذا زي ما أنتم شايفين ونغطيهم. وهذه نفس النظام وهنغطيها، هتبدا الميه هي تتلون، وهنحطهم في مكان مشمس جزئيا، مشمس جزئيا. بعد حوالي معنا 3 شهور، بعد الشهر الاول هنبدا نشوف الجذور هنا بتطلع في كل مكان لونها ابيض. نسيبها زي ما هي، بس نرفع الغطاء بعد الشهر الاول لما تجزر، ونفتح الغطاء كده وننقلها لمكان مشمس جدا. وبعدين الشهر الثاني نفتح الغطاء، الشهر الثالث برضه نخليها زي ما هي، هتكون جزرت جدا ووصلت للمرحله هذه. بعد كده سواء في قصيص نديله شوية رمال مع طين مع سماد عضوي ونسجي، ونحطها في مكان مشمس جدا، أو لو في التربة نعمل حوض وفي شوية سماد عضوي ومكان مشمس جدا وننقل إلى التربة المستدامة. أحلى مسا عليكم. هذه زراعة العقلة بتاخد من شهر لثلاثة، وهذه شكلها بعد التجزير، ما فيش بتفشلش، ونختار نوع كويس ونغسل العجل. وزي ما انتم شايفين نشوف هنا، هذا بقى بعد كده هدول جاهزين ان انا على بدايه الربيع الجاي ابدا انقلهم للايش؟ للارض المستدامه. هذا كل شيء عن زراعه التين. احلى مسا عليكم، واتبعوا الخطوات وان شاء الله تنجحوا فيها ومية مية. والتين مفيد جدا وسهل الزراعه والعنايه، والسلام. ختام زراعه التين.